سامعيني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله في محكم تنزيله على لسان سيدنا موسى عليه السلام: ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. يا اتكلم عن التأتأة. انا زولا عندي التأتأة. التأتأة هي شنو؟ التأتأة او الدمدمة او اللعسون، يعني كله واحد. هي شنو؟ اضطراب في الطلاقة الكلامية، بحيث شنو؟ بيحصل تغطعات ملحوظة بتؤدي إلى عدم تدفق الكلام بسهولة وسلاسة. تمام. العوامل حقتها شنو؟ عوامل اجتماعية وعوامل جينية. العوامل الاجتماعية اللي هي يعني عوامل محفزة أو كده، أنا هتكلم عن العوامل الوراثية الجينية، لأنه أنا عندي ليها جينية من والدي وأسوه حاليا معانا. وراثية كيف؟ في كود جيني، عامل جيني يعني الشغل بتاع الكروموسومات فيني جانبي والدي. تمام. هأحكي قصتين. القصة الأولى، أنا كان عمري 11 سنة، كنت في المرحلة الابتدائية. في الابتدائي طبعا يعني التنمر يعني كان فظيع شديد. كان عمري 11 سنة. في فصل من الفصول أستاذ لغة إنجليزية قال لي: رؤى، أنت بكرة هتقدمي الإذاعة الصباحية. وطبعا أنا كنت طالبة مشاغبة شديد مرة واحدة. كيف أنا الليلة بكرة تجي تقدميه؟ فعلا شيت البيت، ساعدتني كان فيه أمي لأنها أستاذة بتاعت لغة عربية، بس هي برضو معانا. جيت الصباح دايرة قدم، مسكت ورقة ما في كلمة. لا، نفسي اتقطع نهائي. بقيت ما أعرف أعمل شيء. تلقائيا الأستاذ ربنا يدي العافية ويطراه بالخير وين ما كان، جاء وقف خلفي بقى بيتكلم معي: يا رؤل أهدئي، طلعي الجمل كلمة كلمة، الطاور ده كله قاعد عشانك لما انت شنو تخلصي. فعلا الكلمات بدأت تطلع حبة 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 لما انتهيت من الطاور. ده كان أول لي facing my fears in public في قدام جمهور 99.9% بتدمروا علي. even الأستاذات، حتى الأستاذات كانوا بتنمروا علي لكن بصورة غير مباشرة، اللي هي شنو؟ بيخصوني من أي نشاط طلابي. إنه أنت كده؟ لا، عديل كان فيه. دي القصة الأولى. وطبعا يعني في المدرسة بسبب التنمر يعني صغتي في روحي بقت مهزوزة. الرجع لي صغتي في روحي ناس البيت، أمي أبوي أخواني. أمي أبوي يعني قدر ما أتكلم
قدر ما هتكلم عنهم ما حافيه ما حاوفيهم حقهم. اخواني كانوا شرسين جدا اتجاه اي زول بتنمر عليه، في حين انه هم في البيت ممكن يتريقوا علي عشان يا اخي ما عاد يعرقل يعني. دي القصه الاولى. القصه الثانيه وانا في الجامعه، عمري كان 21 سنه، دكتور من الخرطوم جاء يدينا ماده في خلال اسبوع، ادانا لها في المحاضره القبل الاخيره، قال المحاضره الاخيره حتكون عباره عن سيمينارات. تمام، اي زول بك يختار ما عدا انا، بعيده، ما انا عارفه انه ده ما ملعبي، دي ما قدراتي، ما في داعي امسك زمن بالناس واتعب وانا ذاتي اتعب، ما في داعي. قام فجأة قال لي رؤى انت حتقدمي؟ يا دكتور انت ما عارف؟ قال لي من غير ما تكتري كلامك حتقدمي ولا تقف؟ قلت له اف لا طبعا حقدم. رجعت البيت جهزت، جيت ثاني يوم الصباح، اول مما انا بديت رجع قعد خلف الغاع، بقيت بقدم، قدمت طبعا يعني بصعوبه شديده 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 مره. انا لما انتهيت يعني هيك اللهم لحظت انتهيت. هو قاعد في خلف الغاع، قام على حيله وبقى بيصفق لي، قال لي كلمه انا عمري ما هنساها، لازم تعرفي نفسك انك انت انسانه ما هينه، عندك قدرات عظيمه قادره تعمل اي حاجه في الدنيا دي. المثالين ديل او القصتين ديل الفرق بيناتهم 10 سنوات، فرق شاسع في المجتمع اللي كان هنا والأسي، فرق شاسع يعني حتى في الوعي حقي اتجاه روحي، فرق شاسع شديد. طبعا فترة الجامعة كانت أكثر لي فترة إيجابية، يعني استخدمت بعدي في حاجات كثيرة بالذات في امتحان الأورال، تمام أنا ما أقدر أتكلم. مرات بمر بفترات عصيبة، عندي مشاكل شخصية، تنتبه بتكون يعني في أوجها، فكنت بفتكر إنه حليل التمتمة هيحل لي المشاكل حقتي، وده طبعا يعني تفكير بائس مني، لكن كنت في المرحلة دي كنت قاعد أفكر بالصورة دي، فبدأت رحلتي إنه أنا أفتش علاج، ما خليت سايكاتريست، ما خليت ثيرابيست، يعني الناس السايكولوجي والسايكاتريك، إيفن حتى مشيت لأخصائية بتاعت نطق وبرمجة لغوية، كنت قاعدة أبلع كمية من الحبوب، جلسات، تمارين، حسيت روحي يعني طيب ما أنت قاعدة تعمل الحاجات دي كلها ما في أي أوتكم، طيب أنت ليه ماسكة بروحك زمن؟ تمام. مرة من المرات قاعدة مع زميل لي، قال لي يا أخي أمشي أحضري فيلم The King's Speech، فيلم The King's Speech ده ملك بيعاني من التأتأة، والحاجة دي مضايقة جدا، ففتش يعني أي علاج ما نفع. لما آخر حاجة جاءه سيرابيست اتكلم معه،
قال له يا اخي يعني التمتمه دي هي يعني هي ما مرض عضوي فيك، هي في افكارك جوا راسك. فانا من اللحظه دي شلت البوينت دي انه يا اخي انا يعني هفتش، فتشت طلعت بانه المخ بيتكون من 5 مستويات اللي هي البيئه، السلوك، القدرات والمعتقدات والهويه. 5. قبل ما احضر فيلم ذا كينج سبيتش الخمسه ديل الترتيب بتاعهم كان كالاتي: هويتي انه انا زوله تمتامه، المعتقدات حقتي عن روحي انه انا زوله غير مؤهله لاي شيء، قدراتي انه انا بقدر اتكلم عادي لكن الا اذا غنيت، لكن انا ما بقدر اغني لان صوتي كعب شديد شين. سلوكي كنت بتجنب اي زول، اي تجمع، اي حاجه عشان ما احس بانه شنو يعني بالحرج. البيئه حقتي بتكمل لي كلامي، ودي اسوأ شيء، اسوأ حاجه ممكن انسان يعملها لزول بتمتي، ما تكمل لي كلامي نهائي. تمام. بعد ذاك لما عرفت الخمس حاجات دي اشتغلت على روحي، افكاري، دايره اعمل كنترول على التأتأة دي. اشتغلت الخمسة مستويات دي اتغيرت تماما. هويتي انا زولة قوية واصغة جميلة جدا. المعتقدات حقتي انه انا زولة كافية وافية وكاملة لانه انا اقدر اعمل اي حاجة. القدرات حقتي انه انا قادرة اتكلم عن حقيقتي اللي هي الدمدمة والهم بها اي زول. السلوك حقي بقيت قادرة يعني كل يوم يعني ألزم روحي واجه المخاوف حقتي عشان أثبت إنه أنا أي كان. البيئة حقتي يعني تلقائيا الناس بقت بتستمتع بطريقة كلامي شديد، مستمتعين بيها شديد. من هنا حمشي لحتة انه يا اخي يعني ما عايز الطفل يعاني في المرحلة الابتدائية زي ما انا عانيت. يعني يكون في المدرسة باحث اجتماعي عنده اكسبيرينس، ما يكون يعني طالب خدمة او حاجة، لا زول يكون عنده اكسبيرينس جايد يقدر يحتوي الشافع ده. وما يشافع عنده تأتأة معنا عنده مشاكل شخصية في البيت، نيفر نهائي الحالة دي. بعد ذلك يعني العلاج، ما العلاج شخصيا أنا التمتمة ما شايفها إلا في جسمي، هي حاجة في راسي عقلي بس. وأنا كيف أقدر أعمل كنترول وكيف أقدر أمشي، لأنه أنا حاليا بحب التمتمة دي شديد، ما دايرها تروح مني نهائي.
بتمنى في يوم من الايام اصحى القاها ما في شيء، حتقول لي كارثه. لا يعني انا قاعده احبها، عايزاها معي لما اخر عمري. العايزة قولوا إنه يا أخي ما تنسى والهوية حقتك، لأنه الناس ما حينسوها نهائي، بل استخدمها درع ليك، وتأكد تماما إنه ما حتستخدم ضدك نهائيا. حاب أختم بكلمة منذ طفولتي والكلمات والتخرج ثقيلة، تارة أحرك وتارة لا، وها أنا على أعتاب وقد صرت طبيبة. نعم طبيبة. لا يعنيني كيفية نطقي، فالمهم عندي هو أن تكون هذه الكلمات حقيقية، وأن أكون أنا في كامل اتساقي مع ما أقول. ثقيلة النطق، خفيفة الروح، قيرة معتلة بزيف تليق، فأسوأ ما يكون عليه الإنسان هو أن يكون هو ليس هو، وأن تكون أنت. يا لها من مهمة شاقة. هكذا أنا أمامكم في غاية التسامح بهذه التأتأة التي قدمتني، والآن وإليكم وفي كامل التسامح إن مسني ضر بها في زمان ما أو وأشخاص ما، أنا رؤى اليوسف بنت الطاووس، وتأتي أو لا تأتي، هكذا خرجت وإليكم. أحبكم جميعاً.